مرحبا، أهلا وسهلا فيكم والسلام بالجميع في حلقة جديدة من لقاء خاص على قناة تي في صوت العرب من كندا. نرحب بجميع الجمهور اللي موجودين معنا اليوم. اليوم سنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية صراحة. العام الماضي وفي نفس الوقت تقريبا تواصلنا مع المحامي أسامة غاوي وكان مشكورا طلع معنا في حلقة كاملة، ولكن بعض الإخوة والزملاء والمشاهدين طلبوا منا أن نطلع كمان مرة نتكلم أكثر عن موضوع الوصية. موضوع الوصية من المواضيع الشائكة والتي يسأل عنها الكثير، وخاصة في الغربة أو في الجاليات اللي خارج في المهجر، لأنه في قوانين تختلف ومش الكل عارف فيها. وكثير سمعنا عن قضايا بيع الأولاد، عدم وجود فوستر ومشاكل كثيرة، الأموال ناس بتقول لك بتروح للبنك، ناس بتقول لك تروح للحكومة، ناس بتقول لك ما في ورثة. كل هاي الأشياء حنتكلم عنها اليوم عشان نسمعها من المصدر. رحبوا معاي للمرة الثانية أو المرة أكثر من الثانية إن شاء الله تكون مع المحامي السيد أسامة. السيد أسامة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الصحة؟ الله يخليك ويحفظك. دكتور من هالكوفيد مش هنقدر نلتقي ولا نشوف بعض يعني. للأسف طبعا هذا سوء حظنا، لكن سوء حظ الأهلي. تسلم. احنا بنشكرك شكر جزير. هاي المرة الثانية اللي بنطلع نتكلم فيها عن نفس الموضوع، ولكن هذا يثبت لنا قديش الموضوع له أهمية. صحيح. الوصية ماذا تحب أن تقول لنا عن الوصية؟ طبعا بداية بشكر استضافتك لإلي، وبحب أهني الجميع بحلول الشهر الكريم شهر رمضان. إن شاء الله يكون شهر رحمة ونخلص من هذا البلاء. آمين. والكل يعني يكون عليه شهر خير وبركة. أوكي؟ هلأ الوصية يعني زي ما أنت حكيت هو موضوع شائك ومش شائك، عارف كيف؟ فيه شغلات كتير، فيه تفاصيل كتيرة. ناس مرات بتكون منتبهة لإلها، ناس بتكون مش منتبهة لإلها. بس يعني إذا بنأخذ الجواب القصير الشورت أنسر، هو موضوع مهم وجيء يعني، أو إنه الشخص يكون عنده وصية هذا أمر يعني بمنطق هام أو مهم، شايف كيف؟ بس ما بدي الناس تفهم إنه أنت ملزم قانون يكون عندك وصية. لا، أنت الوصية هي شغلة أوبشن، بس شغلة كتير مهمة لتكون عندك، لتنظم أمور بسموها الاستيت بلانينج، لتنظم أمور التركة بعد عمر طويل يعني بعد الوفاة. أوكي؟ طبعا يعني بداية إذا بدنا نبدأ بأرقام، أنا يعني في سلايدات حضرناها بالنسبة انعملت من شر من مؤسس اسمه أنجوس ريد، انعملت بال 2017-2018. لما عملوا إحصائية تبين أنه تقريبا 51% من الكنديان أدلتس ما عندهم وصية، وفي 15% اوكي عندهم بس مش اب تو ديت، يعني بيكتبوها بنسوها، بنسوا حتى انه عندهم وصيه فما بيعملوا لها طبعا ابديت مع الوقت. وفي 35% طبعا ما عندهم وصيه. اذا بنروح على السلايد الثاني، هاي فقط معلومات. هذا بشكل عام كل الكنديين بشكل عام، يا كنديان ادلتس، على الادلتس عملوها، شايف كيف؟ تقريبا عملوها هم على شريحه من تقريبا يعني شي 17,000 ولا 27,000 شخص، اوكي، اول اوفر كندا، وطلعت معهم هاي النتائج. من المعلومات الثانيه الاضافيه كبدايه، تبين انه الستات الومنز اوكي بكتبوا وصيه اكثر من الرجال، او لا ما بكتبوا وصيه اكثر من الرجال، الرجال بكتبوا اكثر، شايف كيف؟ الاعمار اللي بتزيد فيها كتابه الوصيه هي ما فما فوق ال 55، بين ال 18 وال 54 سنة، يعني تقريبا ما بكون كتير الشخص مهتم بالوصية، ماشي؟ لما يوصل 55 and above بتلاقي النسب زادت، نسب اللي بكتب الوصية زادت. هلا إذا بنروح على السلايد اللي بعده، أوكي؟ بين إنه الأسباب طبعا اللي بتخلي الناس إنه تأخر في موضوع الوصية، يعني يا إنه هو بقول لك I'm very young، يعني لساتني أنا يعني young، مش كتير سائل عنها، أو لأنه ما عنده فعلياً أملاك أو أسد يخاف عليها، أو ما عنده عيلة مثلاً إنه ليوصي فيها لحدا. هذول أكتر سببين. الأسباب الثانية عدم معرفة، يا إنه ما فكروا فيها، يا إنه
ماليا هو مش مفكر فيها، شايفين انه شغله انه مش مستاهل انه نصرف عليها. اوكي، هذا طبعا كارقام اوكي انعملت عن طريق مؤسسه بكندا، ويعني هذا طبعا منقول عنها، هذا مش من عندي. اوكي، هلا بالنسبه للوصيه بشكل عام يعني كفكره رئيسيه، انا بحب اسميها انه هي مرادف لبوليس التامين. يعني الواحد لما يكتب وصيه مش معنى يعني اللي بيشتري بوليس التامين مش معناته لا سمح الله راح يصير حادث، بس برضه بيشتري بوليس التامين. نفس الشيء الوصيه، انت لما تكتب وصيه مش معناته انه لا سمح الله راح يصيبك مكروه، ولا انه راح يصير في عندك راح يكون في حاله وفاه وكذا، ماشي؟ بس تنكتب الوصيه لسبب، انه خاصه في كندا وفي البلاد الاوروبيه القوانين بتختلف، بالذات يعني للجاليه العربيه او جاليه الميديتيريان اوكي، او المتعودين على انه يمشوا بالقوانين الوضعيه او القوانين المدنيه اللي بتكون محددين مثلا طرق متعارف عليها متوافقه للكلتشر تبع البلد اللي هو فيه اوكي. فما بكتب وصيه، بس في 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 بلاد يعني المهجر مثل كندا امريكا استراليا بتعرف في ثقافات وخلفيات مختلفه، فالوصيه بتعطيك الفرصه انك انت توزع التركه بطريقه اللي انت بترغب فيها. هاي اول واحده. طبعا انت لما تكتبها زي ما حكينا هي كبوليس التامين، يعني هي انت بتكتبها للزمن البعيد مش للزمن القريب، ماشي؟ فانت لما تكتبها كوصيه بتحدد فيها الـ 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 يعني الـ الشغلات اللي انت محتاجها او الشغل او طريقه توزيع التركه اللي انت بتحب تكون لمين وعلى مين. اوكي، فهي بالنهايه هي ليجل دوكيومنت، هي دوكيومنت مستند قانوني بنعمل، ممكن تعمله عند محامي ممكن ما تعمله عند محامي بالمناسبه، شايف كيف؟ اذا يعني بتقدر تلاقي حد عنده مثلا، طبعا اكيد المحامي بيعطيك كريديبيليتي وبيعطيك صياغه اوضح، بس يعني كمان الواحد لازم يكون واضح انه قانونا انت مش ملزم تعمله عند محامي. اوكي، رغم هيك السؤال دائما بيسالوه هل يعني لازم اعملها عند محامي ولا لا؟ لا، هلا الناس بتروح عند محامي لاكثر من سبب، في شيء اسمه عند المحكمه الكريديبيليتي، لما تكون هذا الدوكيومنت مكتوب عند محامي المحكمه ما بتدقق هل هذا انكتب تحت اكراه، الوصيه انكتبت تحت اكراه، هل الوصيه انكتبت يعني غرره بصاحب الوصيه بالتستيتر، شايف كيف؟ هل انكتبت بمعرفته وهو كان بكامل وعيه للشخص مش بكامل وعيه، هل هو فاهم شو انكتب فيها مش فاهم شو ما انكتب فيها، فكل هاي الاسئله. وهل هو اللي كتبها ولا لا؟ هل هو اللي وقعها؟ بالضبط، وقعها. فكل هاي الاسئله يعني المحكمه ما يعني اذا صار لا سمح الله خلاف على مضمون الوصيه بين اشخاص قال لك لا الوصيه مكتوبه بشكل غلط، اذا معمول عند محامي انت اختصرت كل هالامور، بالاضافه لانه الصياغه، اذا الصياغه واضحه شايف كيف؟ يعني بتسهل امور كثير، اذا انت كتبت وصيه وصياغه مش واضحه او فيها تناقض او فيها تضارب راح يكون صعب تنفيذها، فاذا انت ما كتبت شيء، عرفت كيف؟ فهي الفكره انه بكتبها محامي لانه في خلفيه قانونيه عند مكاتب المحاماه، بتكون عمليتها بما يتوافق مع القانون، بتكون الصياغه مكتوبه بشكل واضح، شايف كيف؟ بتكون الكريديبيليتي، يعني اي شخص يعني اي محامي لما يجي بده شخص يكتب وصيه اول شيء يعني بتطلع عليه، بحاول طبعا هاي طبعا بسموه ليجل تيست، مش انه انفستيجيشن اوكي، بس ليجل تيست، بحاول يطلع على الشخص هل هو فاهم شو بيعمل، وهل هو عم بيعملها تحت اكراه ولا عم بيعملها بكامل ارادته. اوكي، هدول اهم شغلتين، فهاي من الشغلات اللي بتشجع الناس انه تنكتب عند محامي، ولكن هذا الليجل دوكيومنت او هذا المستند القانوني قانونا يعني بنص القانون مش ملزم ينكتب عند محامي، ولكن العرف والاصح انه يكتب عند محامي. هلا طبعا اذا انكتبت وعملت برنت اوت وانطبعت طباعه لازم يكون في شهدين بيشهدوا على توقيع الوصيه، ولازم الشهدين يكونوا يشهدوا في نفس الوقت، ففي ناس ما بتعرف هذا الحكي، فلازم يكونوا بنفس الوقت الشهدين موجودين بنفس الغرفه مع التستيتر معناته قابل الوصيه. استاذ اسامه، اللي قصدك انها مطبوعه على الكمبيوتر، يعني مطبوعه معموله برنت اوت مش مكتوبه بخط الايد. أوكي. نعم، اذا انكتبت بخط الايد اللي بسموها هولوغرافول، ماشي،
وهي حاليا فعليا تنكتب بفترات الازمات. يعني اذا لا سمح الله واحد انقطع بالبحر فرضا، هاي كنت بتشوفوها مثلا بافلام الكرتون، تلاقي كتب حطها بانينه وزجاجه ورماها بالبحر. هاي فعليا هيك، اذا كان واحد في مرحله خطر وما عنده وصيه، في تكتب الوصيه بخط ايدك وبتوقعها، وهي حتى ما بتحتاج شهود، بشرط انه تكون مكتوبه بخط اليد. طبعا هذا في بضل جانب الكريديبيليتي وجانب المصداقيه وجانب انه فعلا هذا خط الشخص اللي كتبه ولا لا، هاي امور ثانويه. ولكن اذا الدوكيومنت او المستند القانوني هذا او مستند الوصيه انكتب بخط الايد وتوقع من صاحب الوصيه التستيتر وثبت انه هو فعلا هذا هو اللي كاتبها، فهي تعتبر قانونيه، هذا انه مستند قانوني. ولكن اذا عمل برينت اوت زي ما انت تفضلت، شايف كيف، لازم يكون في شهدين موجودين في نفس القاعة هم بيشهدوا على التوقيع تبع الوصية من قبل الشخص صاحب الوصية. فهي التعريف على كوصية كمستند قانوني. في سؤال لأنه إجانا الآن بيسألوا هل الشهدين لازم يكونوا ذكور ولا سواسية في كندا؟ ما بفرق، ذكور أو إناث ما بفرق، بس لازم يكونوا فوق ال 18 طبيعي، ولازم يكون كمان ما إلهم مصلحة، يعني مش المنتفع من الوصية ما بزبط يكون شاهد، شايف كيف؟ او يعني لازم يكون شخص مستقل خلينا نسميها، شايف كيف؟ وفي تفاصيل للشروط تتوفر بالشهود، ماشي؟ نعم. بس لازم يكون طبعا فوق ال 18 واندبندنت، مستقلين، ما لهم اي منفعه من الوصيه، شايف كيف؟ هذول بالنسبه للشهود. طبعا في كمان يعني احنا حكينا على الوصيه كمستند قانوني. هلا بدنا نحكي شويه ايش الوصيه مضمونها، يعني انت ايش بتستفيد من الوصيه، ليش تكتب وصيه، شايف كيف؟ الوصيه بتحقق لك ثلاث شغلات رئيسيه. ايش في سؤال؟ لا بعد اذنك بس بدي اذكر الجميع انه جميع الاسئله حنسالها تباعا، خاصه اللي موجوده، ولكن اللي داخل البرزنتيشن، ولكن الشغلات اللي مش موجوده حنتركها لاخر الفيديو او لاخر اللايف. فاذا اي حدا عنده سؤال الرجاء وضعه في الكومنتس عشان نسأله للأستاذ أسامة في النهاية. تفضل أستاذ أسامة. طيب هلا احنا حكينا وصفنا ايش الوصية والليجل دوكيومنتس وكيف لازم تتوقع، شايف كيف، وهل يجب ان تنعمل عند محامي ولا مش تنعمل عند محامي، كلها شرحنا. هلا الوصية ايش مضمونها، يعني ايش بتحقق للشخص الوصية. باختصار الوصية بتحقق للشخص ثلاث شغلات رئيسية. اول شغلة هي انت بموجب الوصية بتعين الشخص المؤتمن على تنفيذ الوصية وعلى الأملاك بعد الوفاة، بسموه تراستي وبسموه إكزيكيتر، ماشي؟ إكزيكيتر بمعنى منفذ الوصية، والتراستي المؤتمن. فالشخص المؤتمن على تنفيذ الوصية، شايف كيف؟ هاي إذا أنت ما عندك وصية وما حطيت الشخص، ساعتها بصير يعني في حال لا سمح الله صار وفاة، بصير إنك بدك يعني بدك تلاقي شخص يروح ويتقدم للمحكمة ويقول لهم أنا إلي أحقية أكون مؤتمن، شايف كيف؟ وإذا صار في خلاف راح المحكمة تعين شخص عن طريق اللي بسموه Public Guardian and Trustee Office، أوكي؟ بأونتاريو طبعاً نحن نحكي هاي. فالوصية أنت from day one لما يكون عندك وصية بتكون حاطط اسم الشخص اللي أنت بتثق فيه ليكون هو شخص مؤتمن على تنفيذ الوصيه وعلى مؤتمن على الاملاك، لانه في ناس يعني في اشخاص ممكن يترك تركه بيجي منها انكم، يعني التركه فيها املاك هي عباره عن اجارات، هي اسهم، في شغلات كثير الشركه، اوكي، بتدخل اموال على التركه، شايف كيف؟ فالشخص الاكزيكيتور او التراستي لازم يكون شخص مؤتمن وقادر على انه يدير التركة لحد ما يتم توزيعها. وبنفس الوقت طبعا لازم يكون على دراية انه هو راح يكون الاكزيكيتور، اوكي، او التراستي. في تيجينا اسئلة كتير من الكلاينتس انه هل يجب ان يكون الاكزيكيتور موجود عندنا في كندا ولا مش موجود، اوكي؟ والسؤال المبدئي نعم، قانونا تقدر تختار اي حدا لو كان بكندا او برا كندا، شايف كيف؟ ولكن اذا انت عندك شخص مش راح يقدر يكون موجود في اتاوا او في كندا او في المنطقه اللي انت فيها،
لا يقدر انه يروح على المحكمه ويعمل ويقدم طلب ليطلع اللي بنسميه البروبيت سيرتيفيكت، شايف كيف، ويقدر يباشر في تنفيذ الوصيه. فاذا ما له داعي يعني بتحط اسم شخص ما بيقدر يكون موجود، يعني انت يعني ما استفدت، عرفت كيف؟ فالوصيه انت بتعين شخص اللي هو التراستي المؤتمن اللي هو راح يكون مسؤول عن اداره التركه. حسب القانون هو يعتبر يعني لما يصير هو التراستي لما يبدا دوره يعتبر مالك لكل اموال التركه، ولكن ليس بصفته منتفع ولكن بصفته تراستي، بصفته شخص مؤتمن على التركه. عفوا. فهذا اول شيء انت بتستفيد منه بالوصيه، انت بتسمي الشخص اللي راح يدير لك التركه. الشخص المساله الثانيه، انت بتحدد من هم المنتفعين، من هم المنتفعون عفوا، من هم الورثه او المنتفعون بشكل عام. قد يكون صديق، قد يكون قريب، قد يكون يعني دائره جمعيه خيريه، شايف كيف؟ فانت بتحدد مين الشخص اللي بده يكون منتفع من التركه وشو نسبته، كيف طريقه التوزيع، شايف كيف؟ فانت بتحدد يعني الدارج طبعا، وهذا مش الزامي، بس الدارج بتلاقي انه الشخص بعطي الزوج يعطي الزوج الاخر، ماشي، او بقول لك اذا الزوج الاخر مش موجود بتروح للاولاد، ماشي، والاحفاد. اوكي طبعا هذا كثير بكون دارج، بس في ناس طبعا بتحب تخلي تعطي جمع، يعني في عندي ناس مثلا بعطوا الجامعه اللي درسوا فيها، في ناس بعطوا جمعيه خيريه، ماشي، في ناس بقسموها حصص مثلا 10% للجهه الفلانيه، 10% لصديق، 10% لقريب. فانت عندك الحريه بوصيه انك تحط طريقه التوزيع ونسب التوزيع ومن هم المستفيدون من التركه بعد الوفاه، شايفين؟ وهاي اكثر جزء اللي بيحتاج توضيح، وبده يكون يعني دائما انا بنصح يعني try to be straightforward as much as possible، يعني حاول تكون انت مش معقد المواضيع، يعني واضح وستريت فورورد، يعني بشكل مباشر انت حدد بالضبط كيف نسب التوزيع وكيف طريقه التوزيع وشو شروط الحصول على التركه من قبل هذا الشخص، شايف كيف؟ فهاي الشغله الثانيه الرئيسيه اللي بتحدد لك يعني انت بتستفيد منها من الوصيه. طبيعي اذا في عندك اطفال قصر ماينرز، فكمان انت بتقدر تحدد الكاستوديان والجارديان، الوصي والقيم، اذا بدنا ناخذ للترجمه العربيه الكاستوديان والجارديان، اوكي، هو الوصي والقيم، ماشي، على القاصر وعلى املاك القاصر. يعني في ناس بيكون حاطط يعني اموال باسماء اولاده، فهاي يعني فالكاستوديان والجارديان مسؤول على تربيه القاصر وعلى اموال المملوكه باسم القاصر، اوكي. الكومن براكتس كمان التراستي والإكزيكيوتر هو نفسه بيكون الكاستوديان والجارديان، يعني هم بيكون نفس الشخص، ولكن انت ممكن تكون حاطط شخص مختلف، بس الكومن براكتس اوكي انه هو بيكون نفس الشخص. طبعا في نقطه هون انا بحب اوضح لها، الجارديان والكاستوديان اللي بتعين بالوصيه لازم خلال 3 اشهر من حاله الوفاه انه يروح ويأكد احقيته وفقا للوصيه انه هو المسؤول عن الاطفال القيم والوصي، ماشي، والمحكمه لازم تعطيه طبعا هذا الباور. بس لما يكون في عندك ليجل دوكيومنت محدد خلص معروف، المحكمه ما بتحتاج تفتش على قيم او او او, أو وصي للاولاد، فانت بتكون محدد من امه from day one. هلا ايش لو ما في وصيه؟ يعني هاي لو نروح على السلايد اللي بعده، شايف كيف؟ لو ما في وصيه، الناس بتقول لك الدوله بتاخذ كل الاموال، لا هذا الحكي مش دقيق، شايف كيف؟ الدوله في عندها قانون بتوزع على اساسه، شايف كيف؟ الصفه الغالبه او اهم نقطه في هذا القانون الديستريبيوشن بلان الموجود وفقا للقانون الكندي، انه اول 200 الف من التركه بتروح للسباوز، للزوج، للسيرفايفر سباوز، للزوج الحي، ماشي، وباقي التركه توزع بين الزوج والاولاد بالتساوي. اذا بتروح على السلايد اللي بعده حاطين، بس تعيدها استاذ اسامه مره ثانيه، اول 200 الف بروح اوتوماتيك للزوجه،
أول 200 ألف من قيمة التركة بتروح للزوج أو الزوجة حسب مين المتوفي، أوكي؟ وباقي والباقي ماشي من التركة يوزع بين الزوج، يعني سواء ذكر أو أنثى، أوكي؟ والأولاد بالتساوي. هذا هو الديستريبيوشن بلان، هو محطوط، أنا حاطه بالسلايد الأخير أو قبل الأخير إذا بتقلب عليه، شايف كيف؟ طبعاً ممكن ما تكون واضحة، ولكن أنا يعني حبيت أحط هذا السلايد حتى تشوفوا قديش يعني اسمه هو Succession Law Reform Act، شايف كيف؟ فيه كتير تفاصيل، في حال الشخص المتوفي عنده زوج ما عنده زوج، عنده أولاد ما عنده أولاد، شايف كيف؟ فأنت لما تكون كاتب وصية بتختصر كل هالشبكة هاي، أنت بتختصر كل هالتعقيدات الموجودة في القانون، وبتحدد أنت كيف طريقة توزيع تركتك، أوكي؟ فهاي واحدة من الفوائد الموجودة للوصية. طبعاً لا يغنيك أنه لما تكون أنت عندك وصية، إجراءات المحاكم للحصول على البروبيت سيرتيفيكت ماشي بتكون أسهل وأوفر، شايف كيف؟ كإجراءات قانونية أسهل، وبالتالي بتكون أسرع وبتكون أوفر كمان كتكلفة، أوكي؟ لما يكون عندك وصية. يعني هذا بشكل عام بالنسبة للوصية. هلأ يعني إذا بدي أرجع أحكي كمان على شغلة، بالنسبة يعني بالنسبة للوصية في شغلات كمان الناس يعني لازم نحكي عنها، اللي هي تكلفة الوصية أو البروبيت فيز. طبعا أي وصية، وهاي الناس اللي بتختلط على الأمور بقول لك الدولة بتأخذ الأملاك أو نص الأملاك، الدولة ما بتأخذ نص الأملاك، الدولة بتأخذ رسوم لتنفيذ الوصية اللي هي البروبيت فيز بسموها. البروبيت فيز هي يعني باختصار هي $15 على كل $1000 فوق الـ50,000. أي واحد بروح على جوجل بفوت على مثلا على الإنترنت وبحط البروبيت فيز كالكوليشن ممكن يعرف التفاصيل تبعتها، ولكن يعني الشخص اللي بيكون عنده تركة كبيرة ماشي تفرق معه لما يكون بده يدفع، يعني لما التركة طبعا بده تدفع هذا البروبيت هذا المبلغ ماشي عن التركة. ف يعني حتى تقدر تختصر هاي الأمور، في إجراءات بتم اتخاذها لحتى توفر عملية انك يكون مبلغ البروبيت او قيمة التركة تكون يعني اقل ما يمكن، شايف كيف؟ ففي شغلات احنا يعني بنحاول نعملها بحيث انه ما تكون القيمة كبيرة، منها اللي هي بنسميها احنا الجوينت اونرشيب، يعني لما واحد يملك منزل خاصة منزل للبيت السكن او بيت الزوجية. اول شيء بيت الزوجية لما انت تملكه ويصير في ارتفاع بقيمته اللي هو الابريشيشن على الفير ماركت فاليو، هذا الارتفاع بقيمة المنزل اذا هو بيت الزوجية او بيت اليور برايمري ريزيدنس، هذا ما عليه انكم تاكس بكرة لما ينباع او بعد الوفاة لما تتوزع، اوكي على الوقت. اوكي yeah. ما في غير هيك بصير عليه تاكس. كيف اذا ما تسجل زي هيك بصير عليه تاكس؟ لا هذا بشكل عام، اوكي اوكي فما في تاكس. هلا في شغله ثانيه بس، ولكن بكون في عليه بروبيت فيز منيح. هلا حتى تتفادى انك تدخل البيت من قيمه التركه، في إشي اسمه جوينت اونرشيب بين الزوجين، وممكن تعملها مع شخص ثاني، يعني ممكن بين البيرنتس والاولاد كمان يعني. بس فكرة الجوينت اونرشيب، في إشي اندر كومن لو اسمه السيرفايفر شيب رايت، اوكي؟ هاي نظام الملكيه المشتركه مش موجود بالقوانين المدنيه اللي هي في الميدل ايست خلينا نحكي، او حتى القوانين الاوروبيه لحد المدنيه طبعا مش الكومن لو. شايف السيرفايفر شيب رايت معناته اذا في اثنين مالكين عقار او حساب بنك او اي شيء از جوينت تيننت، اذا هدول الشخصين واحد توفى الملكية تقول للآخر حكماً، شايف كيف؟ وبالتالي كتير ناس مثلاً بيجوا بقول لك أنا بدي أملك بيت الزوجية والبيوت المخدة كاستثمار طبعاً، شايف كيف؟ وحسابات البنوك اللي معنا بحب أنا بحطها باسمي واسم زوجتي، أو يعني اسم الزوجين بين بعض بحطها as joint tenant، أوكي؟ لأنه في حال صار لا سمح الله وفاة أحد الزوجين، الملكية تقول للطرف الآخر حكما
من غير ما في داعي انك تدفع عليه بروبيت فيز. اوكي طيب استاذ اسامه، في عندي عده اسئله. تفضل. السؤال الاول بالنسبه لهذا الموضوع، انا جاني عده اسئله على الواتساب وقاعد بحاول اجاوب عليها. السؤال الاول، هل بالوصية اللي بنكتبها سواء عند المحامي أو عندنا لازم نذكر كل شيء موجود، البيت، الأملاك، أم بشكل عام بنحكي؟ سؤال مهم جدا. في كذا نوع على الوصية، شايف كيف؟ الوصية بالعادة إشي اسمه جنرال ويل، عرفت علي كيف؟ بالجنرال ويل أنت ما بتحتاج تكتب أملاك، ما بتحتاج أنك تعدد الأملاك بالاسم، يعني البيت الفلاني الواقع يعني المنسيبال ادرس تبعه كذا او الحساب البنك المبلغ كذا، انت ابدا ما بتحتاج تعدد الاملاك. وحتى انا كمحامي ما بسال ايش في عندك املاك، يعني انا ما بحتاج اعرف ايش في عندك املاك. ولكن اذا انت قررت في طريقه التوزيع تبعتك انك تعطي عقار معين او ملك معين بعينه لشخص باسمه، ماشي، بدك تحكي. يعني ساعتها بدك تحكي انا بدي البيت الفلاني أو السيارة الفلانية يروح للشخص الفلاني. إذا بدك تحكيها بهالطريقة طبيعي بدك تذكر عنوان البيت وبدك تذكر اسم الشخص. ولكن إذا أنت بتقول بدي أنا أوزع أملاكي على الأولاد عندي بالنسب التالية، هذا 20%، هذا 10%، هذا 15%، whatever، شايف كيف؟ ساعتها أنا ما في داعي أعرف شو في عندك أملاك، ماشي؟ ما في داعي اعرف ابدا شو في عندك املاك، لانك انت بتعملها نسب. شو دخلت على التركه اموال، شو طلعت من التركه اموال، ما في الا داعي نعرفها. اوكي، ولكن اذا انت برجع بحكي بدك تعطي عقار معين او ملك معين سواء عقار او غير عقار لشخص باسمه، طبعا لازم تذكره، غير هيك لا ما بتحتاج. استاذ اسامه، يعني اكثر سؤال يمكن بيسالوه الناس، هل لازم اروح على محامي ولا اسويها في البيت؟ انت جاوبت هذا السؤال، لكن من 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 خبرتك، الوصايا اللي بتشوفها او الدوكيومنتس اللي بتشوفها او بتسمع فيها، هل فيها اخطاء كبيره؟ يعني مره وكنت بناقش فيك في الحلقه السنه الماضيه حكيت لي حتى عن الجنين اللي في البطن اللي ممكن يكون موجود لا سمح الله في حال وفاه احد الوالدين، طبعا الوالد بيكون لان الوالده عايشه، او يمكن تم يعني بالمستشفى وريفر، يعني حتى هاي الشغلات احيانا ما بنفكر فيها. ف هل انتم عندكم الصياغه القانونيه المهمه لهذا الموضوع اللي ممكن تشمل تقريبا كل الحالات؟ طبعا طبعا. انا من الشغلات، يعني انا يعني معظم الوقت اللي بروح بالوصيه، لانك انت بتعطي حلول للاشخاص، ودائما انا يعني بكون بوضح لما اكون بعمل اجتماع مع 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 شخص ليكتب وصيته، اوكي، او مع زوجين مثلا، مع كابل، بقول لهم الكومن براكتس هذا الشيء والقانون هذا الشيء. يعني انا دائما يعني انا وغيري طبعا احنا بنعطي يعني الحلول او الافكار اللي انت بتحتاجها، شايف كيف؟ وبتعطيها من الخلفيه القانونيه اللي عندك. يعني يعني انت مثلا في ناس كتير ما بتفكر انه مثلا الجنين، عارف كيف، ممكن يطلع له حصه، يعني عارف كيف؟ فاذا انت بتكتب بالوصيه مثلا، اذا انا بحكي انه مثلا تتوزع بين الأولاد، شايف كيف؟ وفي كان جنين، هذا صار موضوع لغط. هل الوصية، هل القصد إنه كمان الأولاد اللي بورن قبل الوفاة، ولا حتى إذا في جنين ولد بعد الوفاة هل بطلع الحصة ولا لا؟ شايف كيف؟ فأنت إذا مش كاتبها واضحة بالوصية، هاي قد تؤدي إلى حدوث لبس في الموضوع. كمان الأحفاد، في ناس مثلا تتذكر تحط الأحفاد، في ناس تتذكر ما تحط الأحفاد، شايف كيف؟ كتير مرات مثلا تيجي للي بده يكتب وصية شرعية بوقف هيك، بعمل ستوب، لأنه يعني طبعا أنا ما بديش تنفهم إنه فتوى، ولكن ال- 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 الجد لا يورث الحفيد، شايف كيف؟ ولكن محبذ، يعني كتير أنا قريت على الأونلاين وكذا، بقول لك ممكن أنت توصل للحفيد بمقدار الثلث، عارف كيف؟ ففي ناس مثلا بحبوا يضيفوا الحفيد، في ناس ما بحبوا يضيفوا الحفيد، في ناس ما بيفكروا في هالموضوع. اوكي، كمان بالنسبه للعمر، اوكي، اي عمر تقدر توزع التركه؟ انت ممكن تحكي 18 سنه، ممكن تحكي 20 سنه، ممكن تحكي 21 سنه، في ناس ما بيفكروا هيك. يعني في ناس بقول لك خلص تتوزع،
على على الاولاد. طب بسالهم بقول لهم طب انتم اي عمر بدكم؟ بدكم الولد يعني على 18 سنه ممكن ما يكون هو يعني ناضج فعليا، شايف كيف؟ از نوت يعني ماتشور انف لانه يعني ياخذ ملك. فانتم ليش ما تخلوه على 21 اول ما يفوت على الجامعه، او 23 بعد ما يتخرج؟ طبعا وهي تربط طبعا كمان بالشخص المؤتمن على تنفيذ الوصيه. يعني انا اذا في عندي شخص بقول لك انا اخوي موجود في البلد، اوكي، او 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 ابن عمي او حدا هو المسؤول عن تنفيذ الوصيه، ساعتها بقول له اه مش غلط تخلي توزيع التركه الا يصير الاولاد 25 سنه او 23 سنه، لانه الشخص المتحمل مسؤوليه توزيع التركه هو شخص قريب، قريب جدا، بكون عم الاولاد او خال الاولاد فرضا، شايفين؟ ولكن اذا الشخص ما عنده قريب بقول لك انا هذا صديقي، بقول له لا، يعني ممكن تكون صعبه على الشخص المؤتمن الاكزيكيتور انه يضل مسؤول عن التركه ليصير الولد عمره 25 سنه، فلا خليها 18. هاي هي الشغلات اللي احنا تقريبا نقعد بنناقش فيها بالوصيه، شايفين؟ وبنعطي فيها حلول. انا ما بتخيل اللي بفوت اونلاين وبعمل وصيه اونلاين مثلا راح يلاقي مثلا هاي الادفايسز، هاي النصايح ما راح يلاقيها، عارف كيف؟ طب كمان في شغلات بالصياغه، في شغلات بالصياغه يعني كمان بالصياغه قانونيه كثير مهمه. يعني في يعني انا ما بدي يعني اخلي الموضوع معقد زياده. في مثلا قانونا بالقانون في شيء اسمه الانتي لابس رول، شايف كيف؟ الانتي لابس رول معناته انا اذا بوصي بملك لشخص، لصديق، منيح، اذا هذا الصديق مات قبلي او توفى قبلي، شايف علي كيف؟ الحصه تبعته بتروح لاولاده وزوجته. اوكي، اذا صاحب الوصيه ما بده هذا، بده فقط لصديقه، او مثلا هو تسكير دين لهذا الشخص، او 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 هبه او جفت لهذا الشخص، مش همه انه مثلا يكون لا 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 لزوج هذا الشخص او لاولاده، بده يكون بالوصيه يكون واضح انه يكون حط شرط انه يعني I will grant مثلا $10,000 to my friend XYZ if he survived me. اذا ما كتبنا if he survived me، ماشي، فاذا الشرط الانتر لابس رول راح يتحقق، عرفت عليك؟ هاي امور تفاصيل زياده، احنا طبعا ما بنعقد على الشخص وما بدي أعقدها على المشاهدين. كذا رول بهذا مشابه من سياق الحديث، لما تكون انت قاعد مع الشخص وعم تفهم منه شو النيه تبعته، انت بتطلع هالامور، يوريز فلاجز، يعني بتقول له طب اذا عملتها بهالطريقه بدك تنتبه، لانه ممكن يكون 1 2 3، شايف علي كيف؟ يعني حسب كل اجتماع وحسب كل حال وحسب كل وضع انت بدك تنتبه على هاي الامور. يعني في هاي امور يعني اكيد مش رح تكون الا اذا شخص عنده باك جراوند. اوكي، في سؤال مهم استاذ اسامه، بما انك انت مستشار قانوني ومحامي مرخص في انتاريو ومزاول، وانت كنت عايش في الدول العربية واشتغلت برضه في دولة قطر وبالأردن، في ناس كتير بقول لك انا بدي امشي على الشريعة الاسلامية وبدي اقسم على الشريعة الاسلامية، هل يمكنه عمل ذلك في الوصية في كندا او في المهجر بشكل عام؟ شوف، انت بتكتب ايش بدك بالوصية، ولكن يعني ممكن انت اسهل ما يكون انك وصيتك تقول انه انا اذا توفيت المنفذ الوصيه فلان فلاني، وانا اي ويل دايركت فلان فلاني انه يوزع الوصيه، يوزع التركه وفقا للشريعه الاسلاميه، فلسطين. وممكن تحدد المذهب مثلا، مذهب السني، مذهب الشيعي، وات ايفر، شايف عليك؟ بتحكيها وبتسكت، هاي ما في مشكله بتحطها، ولكن ايش التبعات القانونيه من ناحيه ضريبيه؟ هاي يجب مراعاتها. وهاي اللي بنحكي فيها أكثر، لما واحد يكون عنده رغبة إنه يعمل وصية وفقا للشريعة الإسلامية، طبيعي أنا ما بقول له لا، يعني حتى أكون صريح، هي أسهل، يعني أسهل للمحامي، خلاص يعمل ريفيرال لأحكام الشريعة وما يحط تفاصيل الوصية، فهي أسهل له للمحامي. ولكن أمانة كثير مرات أنا يعني I raise flags، بقول له منيح تقدر تعملها بالطريقة، ولكن في أمور ضريبية، يعني فرضا أنت ممكن تخسرها. من الأمور الضريبية لما أنت تحول التركة للزوج الآخر، أو حتى تعمل إشي اسمه testamentary trust، شايف كيف؟
التستمنت الفاس هيك بس فكرة بسيطة، ممكن أنت تقول التركة هاي بتنشئ لها تراست من ضمن الوصية، التراست بيكون مدة 21 سنة، بتقول هذا سبوزال تستمنتري تراست فرضا، بما معناه أنه الزوجة أو الزوج الحي بيعيش من أملاك التركة، والتركة لا توزع إلا بعد وفاة الزوج الحي، ماشي؟ فالأملاك ما بتروح لشخص معين، بتروح تفوت بتراست معين لفترة معينة وبعدين بتوزع، ماشي؟ واضح. إذا في سؤال، إذا بس هي النقطة هاي طبعا. يعني أنا عرجع موضوع تستمنتري تراست عشان الناس يعني ممكن ما تكون فاهم شو الفكرة. فإذا واحد مثلا قال أنا بدي أوزع وفقا للشريعة وسكت، منيح؟ الملكية إذا راحت لغير الزوج، سواء الزوج أو الزوجة طبعا، لغير الزوج، شايف كيف؟ الملكية راح تنتقل على الفير ماركت فاليو، وبالتالي التركة ملزمة تدفع ضريبة على الكابيتال جين، ماشي؟ على فرض في عقار موجود، عرفت عليك كيف؟ راح تدفع عليه ضريبة على الكابيتال جين قبل ما انه يتم نقل ملكيتها للمنتفع اللي هو مش الزوج او الزوجة. ولكن اذا راحت للزوج او الزوجة، ماشي، فهذا الزوج الحي ممكن يقول انه انا ما بدي اخذها، اخذ العقار او الاسهم، خلينا نعتبر الاسهم لانه الاسهم قيمتها بتطلع وبتنزل يعني ممكن بشكل غير العقارات، بقول مثلا او بتقول انا ما بدي اخذ قيمة هاي الاسهم على الفير ماركت فاليو بتاريخ الوفاة، بدي أخذها على الكوست برايس، السعر اللي شراه وقت ما، يعني قيمة السهم وقت ما تم شراء السهم، وبالتالي تنتقل من غير ما يندفع كابيتال جين على الـ على الـ من قبل التركة على الـ على موضوع الأسهم. إذا بدك تعملها وفقا للشريعة ممكن ما تمشي، ممكن أنت تخسر هاي الصفة وتروح تدفع التركة، طبعا مش الشخص يعني البينيفيشري ما بدفع تاكس، التركة هي اللي تدفع تاكس. ممكن التركة تدفع تاكس على الكابيتال جين مبلغ وقدره بالإضافة طبعاً للبروبيت فيز، شايف كيف؟ قبل ما تنترك، لأنه الوصية بتقول لك إنه تروح وفقاً للشريعة، وبالتالي الزوجة ممكن ما تأخذ إلا الثمن، أوكي؟ والباقي بده يندفع عليه كابيتال جين، فبيصير في تعقيدات. هلأ لما أنا يجي شخص يقول لي بدي وفقاً للشريعة، بقول له ماشي نكتبه وفقاً للشريعة، ولكن ليش ما تفكر بطريقة تكون قريبة على الشريعة، أوكي، مش متطابق، قريبة ومش مخالفة يعني لحد بعيد للشريعة، ولكن يعني حسب الظرف والمكان، عارف عليك كيف؟ يعني الظرف والمكان مرات ممكن يخلي يعطيك flexibility، ودائما بأكد إنه أنا ما تأخذها فتوى شرعية، لأنه أنا بالنهاية رجل قانون وليس مش إمام يعني، ولا 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 رجل يعني متبحر في أحكام الشريعة، ولكن عندي خلفية ودرستها، عارف عليك كيف؟ فبالتالي إذا في طريقة إنك يعني توفر فيها وما بتخالف الشرع يعني ماشي. من الشغلات اللي بقترحها إنه يا أخي وزع وفقا للشريعة، أنت وأنت يعني الزوج وزوجته يتفقوا بين بعض إنه اللي بأخذ التركة هو يوزع وفقا للشريعة، بينضربوا الموضوع، عرفت عليك؟ يعني أنت ما تخالف الشريعة، بس أنت الوصية أنا بعطي كل تركتي لزوجتي، ماشي، وزوجتي ساعتها توزع وفقا للشريعة، ماشي، بتعطي flexibility، اوكي. وهي شغله راجع يعني للشخص وضميره، يعني انا لما تجيني تركه وانا عارف المتوفي بده يوزع وفقا للشريعه، فانا واجب انه اوزع وفقا للشريعه. فهاي الشغلات اللي انا بحاول اقترحها، ولكن طبعا اكيد لا تفرض على اي شخص، اوكي. وفي ناس عندي يعني بكون عندهم هاي الفلكسيبيليتي بحطوها، في ناس بيقولوا لك لا خلص حط شريعه وفلسطين. استاذ اسامه بس لو سمحت، بس لو نعمل ميوت للتلفون، اي ثينك بصير عندك مسجز او شيء. لا ما عم بيجيني شيء، انا ميوت تليفوني. لا انا عم بسمع. اوكي. لا طيب سؤال سريع، هل يمكن بالوصيه تحديد برضه مكان الدفن وطريقه الدفن؟ صحيح، تنحط هاي من احد الشروط الخاصه، ولكن من الواقع عملي الناس ما بتفتح الوصيه الا بعد الدفن. اوكي. شايف كيف الناس يعني وضع الوفاه، طبعا الناس بتكون بدها يعني المتوفي يعني اكرام المتوفي انك تدفنه وفقا للائق، عرفت كيف؟ فالناس ما بتكون مطلعه في امور الوصيه، وما بتطلع يعني كثير ناس بنسوا هذا الموضوع، شايف كيف؟ وما بتنفتح الوصيه الا بعد الدفن. واضح. فانت اذا بدك تحطها بتقدر تحطها، ما في اي مشكله، بس هذا مش كافي،
اتليست انت بدك تخبر حواليك انه ايش رغبتك كانت. شايف عليك؟ طيب في عندنا اكثر من يمكن 20 سؤال موجودين بنتظروا، بدنا نحاول نعطيهم اجوبه. ما هو مصير الاولاد القصر اذا توفي كلا الوالدين بحادث مفاجئ ولا يوجد وصية؟ في بأونتاريو بالجنرال اتورني اوفيس في شيء اسمه البابليك جارديان اوكي اند تراستي اوفيس، هذا واجبه اذا شافوا اولاد قصر انه هو يعين وصي على الاولاد القصر، وطبيعي بيحاولوا ياخذوا شخص من نفس الباقي جراوند. ماشي؟ هلا بس مش شرط قريب او صديق. لا مش شرط. هلا واقع عملي، واقع عملي اذا الشخص يعني لا سمح الله زوجين توفوا عندهم اولاد قصر، اذا في لهم قريب حتى لو مش اسمه بالوصيه بيقدر هو يروح يتقدم للمحكمه بطلب الجارديان شيب ويقول لهم انه انا هدول الاولاد انا لي احقيه انه اكون جارديان لهم للاسباب التاليه، انه انا عمهم، انا خالهم، انا صديق مقرب للعائله. شايف علي كيف؟ فالمحكمه بتعين الجارديان على هالموضوع، وهذه الامور اللي الوصيه بتسهلها. يعني اذا في اسم خلص هو عارف حاله انه هو جارديان، شايف كيف؟ وبروح للمحكمه بعطيهم الوصيه خلص المحكمه بتثبته، بعملوا عليه ممكن زي ما تقول ريكورد تشيك انه ما عليه مثلا سوابق قضائيه انه هو فعلا يعني اهل لانه يكون وصي وقي مع اطفال قصه وبعينوه. ولكن اذا ما في شخص وما في حدا تقدم الموضوع راح يضيع لحد ما يعني البابليك جارديان اند تراستي اوفيس يلاقي شخص هو مستعد انه يتولى هذا الموضوع. شايف عليك؟ طبعا. نعم طبعا. في بعض الاخوه بيسالوا عن رقم التلفون وطريقه الكونتاكت مع الاستاذ اسامه، هذا موجود على الشاشه اذا حابين تكتبوه، والايميل موجود ممكن تعملوا الاستشاره عن طريقه. هاي طيب. هاي قبل ما ربي اللحيه هاي قبل الكوفيد. هاي قبل الكوفيد انا ربيت اللحيه على وقت الكوفيد، بس يخلص الكوفيد بشيلها، وكنت مفكره شهرين زمن بعدين طول وانا عجبتني. انت حلو دائما يا سيدي. الله يخليك. تسلم. طيب السؤال الثاني، هل يوجد فرق بين الوصي على الأولاد والوصي على الممتلكات؟ الوصي على الممتلكات هو التراستي والإكزيكتور بسموه، شايف كيف؟ الوصي على الأولاد هو الجاردن والكاستوديان، كل واحد له صفة قانونية مختلفة، ولكن زي ما حكيت بأول اللقاء الكومن براكتس اللي بتعين كتراستي وإكزيكتور على الأملاك هو نفس الشخص اللي بتعين جارديان وكاستوديان على الماينرز. يعني والسبب ليش؟ لانه يعني التراستي هو من مهمته يعني بالوصيه احنا هاي بنحطها كشرط انه والله هاي الاملاك تصرف على الـ على الـ على الـ على البنفيشيريز لحد ما يوصل للسن القانوني، وهو بالاغلب يعني خلينا نقول 80% من الوصيه اللي بكتبهم يعني البنفيشيريز بيكونوا الاولاد، الزوج والاولاد او الزوج والاولاد. ماشي؟ فاحنا بنحط بالوصيه انه مثلا تركه بيتم الانفاق من اموال التركه على الماينر تشيلدرن لحد ما يوصلوا سن ال 18 ولا ال 21 وياخذ كل واحد حصته. منيح؟ فاذا احنا الشخصين بيختلفوا ممكن يصير في اشكاليه عمليه انه واحد هو جارديان كاستوديان وواحد تراستي واكزيكتيف. بس لو كانوا الاثنين يعني كل هدول الصفات بشخص واحد فخلص هو المؤتمن على التركة، هو اللي بيدير التركة، هو المهتم بالأطفال. شايف علي كيف؟ فهذا هو. وعلى فكرة احنا يعني ممكن اللقاء ما يسمح بس لازم نقطة نشير لها، كل وصية بيجي معها توكيلين، توكيل عام في الأمور المالية وتوكيل خاص في الأمور الشخصية أو الصحية. يعني power of attorney for personal care وpower of attorney for properties. ماشي؟ الباور اوف تورن فور بروبرتيز في بلادنا بنسميه توكيل عام. هذا التوكيل ممكن الشخص الـ يعني الـ الـ الوكيل انه يتصرف باسم الموكل. ماشي؟ سواء انه الموكل بكامل قدراته الاهليه اوكي او مش بكامل انه فاقد الاهليه فرضا. شايف كيف؟ طبعا الباور اوف تورن فور بيرسونال كير بالاغلب تفعل لما يكون الشخص مش بكامل قواه الاهليه.
يعني مش بكامل اهليته القانونيه، خلينا نحكي عفوا كامل قواه العقليه، انه ما عنده الاهليه الكامله لان لا 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 يقدر يقرر بالامور الخاصه فيه. فساعتها هذا الشخص يعني الباور اوف اتورني فور بيرسونال كير هو هي اللي تطبق، يعني هو الشخص اللي بيكون مسؤول. ماشي، فكل وصيه بيجي معها كل وصيه بيجي معها توكيلين. التوكيلين بيستعملوهم ليش؟ لانه ومهمين على فكره، لانه ممكن الشخص يدخل في غيبوبه بس هو عايش، فبالتالي الوصيه لا تفعل. شايف كيف؟ لانه الوصيه الفاليد الافكتيف من تاريخ الوفاه، اذا ما في وفاه ما في الوصيه ما 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 لها في ما لها قيمه. شايف كيف؟ فساعتها التراستي او الاكزيكيتور اللي هو كمان بكون الوكيل، شايف عليك، بيقوم بإدارة التركة أو بإدارة أموال التستيتر أو الموكل، شايف عليك، بموجب التوكيلات اللي بإيده مش بموجب الوصية. في حال لا سمح الله ما صح إن الغيبوبة فرضا، وأنا بعطي غيبوبة كمثل، شايف عليك، ما صحي أوكي وتوفى، ساعة الوصية هي المطبقة، التوكيلين بلتبوا. فهاي نقطة يعني كمان لازم كان نوضحها. هاي كتير يمكن بغفلوها لأنه بيعمل وصية وما عنده توكيل، وهذا الموضوع مهم. طبعا. هل إذا توفي كلا الوالدين ولا يوجد وصية تنتقل ملكيات البيت والسيارة والأملاك الأخرى إلى الأولاد بدون ضريبة؟ أعتقد جاوبت على هذا الموضوع، ولكن لو لا، في probate fees، شايف عليك كيف، أول شغلة، وفي capital gain، يعني البيت راح يندفع عليه كابيتال جين اذا طبعا مش بيت زوجيه، اذا بيت زوجيه وبيت الاقامه برايمري ريزيدنس هذا بينتقل من غير انكم تاكس على الكابيتال جين. ولكن يعني لما تصير في وفاه، وممكن هون محاسب بيشرحها افضل مني، لما يصير في وفاه في تو تاكس ريتيرن تتقدم، تاكس ريتيرن للمتوفي اللي هي يوم الوفاه اوكي، وبعدين بيصير في تاكس ريتيرن تتقدم للتركة، التركة بتصير هي بتقدم التاكس لحد ما يتم توزيعها. شايف كيف؟ ففي امور ضريبية طبيعية بتتعلق في التركة، شايف علي كيف؟ ولازم هاي كمان مراعاتها. وهذه من الشغلات اللي لما حكيت لك لما احنا نناقش وصية شرعية، هاي من الشغلات اللي كتير احنا بنناقشها يعني في هاي الموضوع، هاي النقطة. في سؤال، كم تقريبا نحكي تقريبا تكلفة الوصية للزوجين يعني، وهل هناك تكلفة كل وقت يتم تحديثها؟ احنا يمكن ما حكينا متى يجب ان تحدث عندما يصير اي تغييرات. هل في تكلفة تقريبية يعني مثلا واحد بقول لك بطلب 10,000، هل هذا معقول؟ ام شو هي تقريبا يعني افريج نحكي؟ شوف انا يعني بفضل انه ما اعطي ارقام لسبب بسيط، لانه فعلا كل وصيه ممكن تختلف، شايف علي كيف، وكل مكتب بيختلف، كل مكتب بيختلف سعره. هلا يعني انا بحكي لك في ناس بيجوا بيكتبوا وصيه، يعني كمان من انواع الوصيه في إشي احنا بنسميه برايمري ويل وسكندري ويل، هاي من الشغلات اللي احنا بنعملها لانه نوفر عمليه البروبيت فيز اوكي. يعني اذا شخص عنده املاك برا اونتاريو، أو شخص حاطط مثلاً أملاك ضمن هولدينج كومباني، ماشي، الأغلب أنا بعمل لهش وصية، بعمل له وصيتين، برايمري ويل وسكندري ويل، عارف كيف؟ وفي إلى شرح مطول هاي، يعني عرفت علي كيف؟ بس يعني هاي بتكلف مثلاً أكثر من أنك تعمل جنرال ويل، أوكي؟ وعلى اللونج ران بتكون أحسن أنك تعمل أنت برايمري وسكندري ويل، لأنه ممكن هلأ يعني تضطر تدفع يعني أتعاب محامي أكبر، ولكن انت بتوفر بالبروبيت فيز، وهاي بتاخذ وقت اكثر وبتاخذ جهد اكثر طبيعي، شايف كيف؟ فيعني هلا 10,000 لوصيه، يعني هذا مبلغ مبالغ فيه، شايف علي كيف؟ يعني قد تكون انا ما يعني الكلاينتس اللي عندي مش مليارديريه، لا يعمل هيك، بس في انواع تركه انا شفت يعني ناس وصارت عندي حاله، بس يعني شاركت فيها مع قسم الليتيجيشن تيم، كان في مشكله المنفذ الوصيه الاكزيكيتور اللي احنا بنحكي فيه كان عباره عن شركه مسؤوله عن تنفيذ تركه كانت في الملايين،
وهي الشركة أوكي. تابعة لبنك جوا كندا، عرفت عليك؟ ففي انت تركات احنا انا اشتغلت فيها بجزء معين يعني، بس هو شمعت الليتيجيشن عندنا بالمكتب ماشي. بس الافرج خلينا نحكي الافرج يعني، وانسان طبيعي نحكي 500 لـ1000 يعني، هذا منطقي، هذا منطقي أوكي. هذا منطقي شايف، عشان الناس يكون عندها علم تقريبا قديش. ما هو يعني 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 هلا لما بس انا بدي احكي شغله، هل بنوفر الألف هاي اذا سوينا التركة ولا لا؟ هو فعليا بتوفر وقت وجهد وكذا. هلا انا السبب اللي ما بدي اعطي يعني مبلغ معين لسببين. اول إشي انا اللو سوسايتي عندي، شايف كيف؟ في عندنا شروط خاصه اذا احنا بدنا نطلع على الاعلام او على الويب سايت نعطي تسعيره، شايف عليكي؟ لما بدي اعطي تسعيره لازم اكون واضح فيها، فانا ما بقدر اعطيك تسعيره هيك وبعدين تتسجل علي وتقول لي كذا، لانه انا بكون خالفت يعني قوانين النقابه تبعتي. هاي واحدة. الشغله الثانيه، عرفت كيف؟ كل مكتب له اسلوبه له طريقته، وكل حاله لها برضه حاله، كل حاله لها هذا سلم امك، عرفت عليكي؟ فعشان هيك انا تفاديت اني اعطيك مبلغ. بس يعني اذا بتحكي لي انه ممكن تعمل وصيه ب 500 دولار بتعمل، بدك تعمل وصيه ب 1000 دولار بتعمل. يا اخي انتوا المحامين صعب تطلع معكم. بس ما حدا يفهم انه انا بعطي تسعير يعني ابدا. لا واضح واضح واضح. يعني هو المبلغ تقريبا حكينا كل، برضه حكينا من كل وصيه. لا في سؤال مهم وانت ذكرته وانا يمكن سالته قبل هيك، هل يجب ذكر جميع الممتلكات في الوصيه؟ زي ما حكينا، اذا انت ما بدك تعطي عقار معين، عقار بعينه لشخص بذاته، ما في داعي. لا طبعا اذا توفي الوالدين وهناك وصيه ان الاملاك تنتقل للاولاد كبار او صغار بالتساوي، هل يجب ان تفصل جميع الاموال ام انها تنتقل تلقائيا بدون ضريبه؟ دقيقة شوي. هلا مش شرط وزع بالتساوي، انت بالوصية بتحدد النسب، شايف كيف؟ بتحدد النسب، بتحدد الاشخاص. يعني في ناس انا عندي ما اعطوا كل الاولاد، في ناس اعطوا ولد او ولدين لانه وضعهم خاص صحيا خاص، فقالوا لك لا انا ما الباقية وضعهم منيح، انا بدي اعطي اللي وضعه مش منيح، عرفت كيف؟ ففي ناس تعمل هيك، يعني انت مش ملزم تعطي بالتساوي. هل يعترف بالوصية الدينية في القانون الكندي وتنفذ إذا لم يكن هناك وصية مدنية؟ ما في وصية دينية وما في وصية مدنية. في وصية إذا لا. بتعملها بما لا يخالف القانون الكندي فهي مطبقة، شايف كيف؟ ممكن الابن هو يكون الشخص المؤتمن؟ طبعا ممكن المؤتمن هو يكون المنتفع كمان، طبيعي. والكومن براكتس، هذا سؤال كتير حلو على فكرة، الكومن براكتس انه الشخص بحط الزوج كاكزيكيتر، وفي حال عدم وجود الزوج الابن ماشي، وفي حال عدم وجود الابن مثلا بحط شخص ثاني قريب ماشي. وطبيعي ما في اي شيء بمنع انه المنفذ الوصيه هو كمان يكون منتفع من الوصيه، ما في شيء بمنع. واضح. في كم سؤال هون عندنا. في حال عدم كتابة الوصية هل تأخذ الحكومة جزء من ضريبة العقار أو فرض بيت؟ هي الحكي على البروبيت فيز، في بروبيت فيز نعم. كتير سهل، إذا بتفوت أونلاين تكتب بروبيت فيز، أي حدا من المشاهدين بحبه يعني يفوت أونلاين يكتب بروبيت فيز تطلع له من حسبة، شايف عليكي؟ واضح. في سؤال تاني بيسأل عن موضوع إذا كانت عند محامي أيضا تحتاج إلى شهود؟ بالعادة المحامي بيشهد، يعني أنا لما أكتب وصية أنا والكليرك اللي عندي بيشهدوا مع بعض، إحنا بنكون الشهود. بالله يعني شهود؟ يس. لازم شهود. إذا ما في وصية كيف التركة بتتوزع بكندا باي ديفولت؟ في ديستريبيوشن بلان اللي حطيناه على السلايد أول إشي، اوكي حسب السكسيشن لو ريفورم، اوكي في طريقه الزوج باخذ 200,000 اوكي اذا طبعا متزوج الزوجه والزوجه، وباقي التركه توزع على الزوج والاولاد بالتساوي. طبعا الاولاد حسب التعريف الكندي مش الاولاد يعني البيولوجيكال سن اند دوترز، شايف عليك؟ ممكن يكون ابن التبني. في كمان شغله بالقانون الكندي الديبندنت بيرسون، يعني كمان هاي الشغله ما حبيت افوت بتفاصيل زياده، بس اذا في
التستيتر صاحب التركة متعود انه يعطي شخص مثلا معونة شهرية فرضا، شايف علي كيف، وتوفى هذا الشخص، توفى التستيتر ومش كاتب اشي للديبندنت بيرسون او للديبندنت سبورت، هذا الشخص بحق له انه يروح ويطالب يقول لك انا اساسا كنت اعتاش من المصاري او الدعم السبورت اللي كان يجيني من المتوفي وما ذكرني بالوصيه، ولكن انا بحق لي اخذ جزء. هاي في قضيه اسمها كامينجز اند كامينجز لو، اوكي، انعملت بكندا، وحتى يعني هاي السابقه حتى اخذت المورال فاكتور لتقول هذا الديبندنت بيرسون بحق له ولا ما بحق له، شايف علي؟ فهذه الشغلات الموجوده يعني كمان يعني، وهذه الشغلات اللي لما نكتب وصيه احنا بنكون حريصين انه نحدد انه مثلا ما في حدا ثاني مثلا ديبندنت سبورت او كذا بحق له، حتى بس ما نعمل اي مشكله في المستقبل البعيد طبعا، شايف علي؟ واضح واضح. يعني في سؤال مهم هون على الشاشه بقول لك، اذا الشخص عنده دين او بدفع اقساط، شو وضع التركه بعد الوفاه بدون وصيه او مع وصيه بالحالتين؟ هلا بالوصيه احنا في كمان بنحط شرط واضح انه المؤتمن او الاكزيكيتور عليه يسكر ديون الوصيه، ماشي؟ ديون الوصيه او ديون التركه، مش يسكر ديون الوصيه، ديون التركه او ديون المتوفي. فالمتوفي الديون اللي عليه سواء ديون للدوله فرضا اذا ضريبه او ديون لاشخاص اخرين، شايف كيف؟ التركه بتسكر الديون قبل ما يتم توزيعها، شايف كيف؟ فهي التركه ضامنه لديون المتوفي، اوكي؟ فنعم يجب انه يكون الوصيه بتسكر الديون. واضح. سؤال، اين يتم حفظ الوصيه؟ عند المحامي في دائره حكوميه ولا عندك في البيت؟ انا 90% من الكلاينت بيخلوا الوصيه بمكتب المحامي، شايف كيف؟ ومنسلمهم صوره من السكان كوبي من الوصيه اللي بوقعوها، شايف كيف؟ في ناس بتفضل تحتفظ فيها في المنزل في مع الشخص نفسه، بس الكومن براكتس كمان بحكي انه الشخص بيخلي الوصيه عند مكتب المحامي وبيحتفظ بصوره طبق الاصل او صوره سكان كوبي، يعني مش طبق الاصل بس صوره من الوصيه. وفي شغله كمان ممكن نحكيها، انا دائما بنصح الكلاينتس تبعوني ما تحكي مضمون وصيتك لاي حدا، اكثر الشيء الوحيد اللي بتحكيه للشخص الفلاني انا عينتك منفذ وصيه، يعني انا عينتك اكزيكيوتور تراستي جارديان اند كاستوديان، بس ما بحكي ايش مضمون، ما بقول له لمين وزعت وكيف وزعت. السبب بسيط، مش شغله انه تخوين ولا مش تخوين للشخص اللي بدك تحكي له، ولكن انت الوصيه يعني يفترض انك تراجعها كل 5 سنين ل7 سنين، شايف كيف؟ تشوف اذا في تغيير صار عليها، بدك تغير، اجاك طفل جديد بدك تضيفه على الوصيه، شخص بدك تشيل اسمه، عرفت علي كيف؟ شخص بدك يعني في ناس على شغله الديون، انا نسيت احكي، في ناس بتكتب بالوصيه انه انا توفيت في علي دين لفلان الفلاني، ادفعوا هذا الدين، شايف علي كيف؟ في ناس بتحطها بهالطريقه كمان، اوكي؟ فانت لما بدك تراجع الوصيه، اذا كل ما تكتب وصيه بدك تخبر اللي حواليك شو كتبت فيها، بعد عمر طويل راح تتضارب الاقاويل، يقول لك انا سمعت فلان حكى هيك، حكى لي هيك، وفلان ثاني يقول لك لا انا حكى لي بطريقه غير، شايف كيف؟ فافضل شيء انك تخلي مضمون الوصيه confidential حتى يضل في لها credibility، حتى تضل الوصيه يعني ما يصير في اقاويل ماشي حواليها، خاصه اذا انت مش عاملها عند محامي، شايف علي كيف؟ واضح. طيب في سؤال، هل يمكن إضافة أملاك خارج كندا للوصية؟ يعني ما في إشي بمنع، ولكن ما بتعرف قانون البلد الموجود في هاي الأملاك هل بتوافق على الوصية الكندية ولا ما بتوافق، شايف كيف؟ وبعدين يعني أنت لما تضيف الأملاك، شايف علي كيف؟ يعني مش شرط المنفذ الوصية إنه يسافر على هذيك البلد ويقول لهم انا منفذ الوصيه، ممكن المحكمه تقول له ما لك صفه قانونيه، صفتك القانونيه في كندا مش في هذا البلد، اوكي؟ فيعني انت اذا ضفت بس بدك تكون
يعني ما حد بقدر يعرف شو قانون البلد الثاني. اوكي يعني اذا بتقول لي مثلا املاك في بريطانيا او باستراليا هدول كومنولث ممكن يمشي الوضع، اوكي يعني بيمشي الحال، ولكن اذا بتقول لي مثلا انا عندي املاك في بفلسطين بالاردن بلبنان بالعراق ببلادنا العربيه، شايف كيف القوانين هناك كلها قوانين مدنيه تستند على احكام الشريعه الاسلاميه، شايف كيف خاصه في امور التركه، وبالتالي ممكن تكون الوصيه الكنديه لا تتوافق مع الاحكام العامه والنظام العام في هذاك البلد، شايف كيف وبالتالي لا تطبق. اوكي فافضل يعني ما تعتمد على وصيه كنديه لا 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 تحكم او توزع املاك برا كندا. انا ما بنصح بالموضوع. ساعتها لازم تسوي وصيه في البلد هذيك اذا البلد هذاك بيقبل بالوصيه. نعم شايف كيف يعني في بلاد كمان ما بخلص بتقول لك حكم شرعي وما في وصيه، شايف كيف في بلاد بتقبل طبيعي. شايف طبعا بدهم رقم المحامي الاستاذ اسامه غاوي، هاي الرقم موجود على الشاشه والايميل والمكتب اللي بيشتغل فيه في مدينة أوتاوا. في سؤال، هل ممكن أن يكتب أو يكتب إمام المسجد الوصية أم أنه يجب كتابتها عند المحامي؟ جاوبنا هذا الموضوع، أي شخص بقدر يكتب الوصية، ولكن يعني يجب مراعاة زي ما قلنا الكريديبيليتي، مراعاة الصياغة تكون واضحة تكون متوافقة مع القانون الكندي. يعني الوصية برجع بكرر قانونا انت مش ملزم تعملها عند محامي، ولكن الكومن براكتس بقول لك اعملها عند محامي لاكثر من سبب، منها وضوح الصيغه، منها الكريديبيليتي تبعتها، منها النصائح اللي بتاخذها عند مكتب المحامي، شايف علي كيف، ومنها انك انت كمان ممكن تحتفظ بالوصيه عند مكتب المحامي نفسه، شايف علي كيف. في سؤال اللي هو هل يمكن أن يكون الموصى له الجد جد الولد الموجود في بلد آخر في حال وفاة الأهل؟ هون النقطة، يعني جد أو غير جد، يعني أنت ممكن تحط البنفيشنز بأي محل بالعالم، لأنه بالنهاية الإكزيكيتر راح يعني راح يعمل يعني يبيع الأملاك ويوزع يعني يحولها لنقد، خلينا نقول لك لكاش، وبعدين يعمل حوالات ماليه. فاذا هو صاحب الوصيه عارف وين الشخص المنتفع من الوصيه ولا شيء، بيعمل له حواله ماليه وخلصنا، شايف عليك. اوكي يا فالبنفيشال وين ما كان يكون ما في مشكله، المهم التراستي يكون موجود في كندا او قادر انه يكون موجود لانه يقدر ينفذ الوصيه. في عندنا سؤالين كمان، إذا كان البيت ما زال تحت الرهن وعليه دفعات للبنك كيف يتعامل كيف يتم التعامل معها بوجود وصية وبدون؟ طبعا أنا لأنه ذكر الرهن، خليني أحكي على شغلة على البروبيت فيز. البروبيت فيز تحسب على قيمة التركة قبل طرح الديون إلا الرهن، يعني الدين الوحيد اللي بنطرح يعني لما تحسب قيمة التركة اللي هو الرهن. فإذا أنت مثلا عندك أملاك بمليون ورهن ب 400,000 قيمة التركة صارت 600، شايف علي كيف؟ هلا إذا كان البيت ما زال تحت الرهن وعليه دفعات للبنك، يعني في كندا وفي بلادنا، عرفت علي كيف؟ يعني في الميدل إيست خلينا نقول، الرهن هو حق عيني مباشر على العقار، مش حق شخصي. يعني اللي عنده باك جراوند قانوني حسب القوانين المدنيه، شايف كيف، الرهن هو حق مباشر على العقار، شايف كيف، مش 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 حق شخصي اللي هي دين على الشخص، هو دين على العقار نفسه. فبالتالي الرهن اذا ما تم تسديده وتم الدفعات مستمره، شايف علي كيف، او شرط البنك طبعا انه اذا صار وفاه انه يتم دفع الرهن، فصح يعني البنك ممكن يطالب بحقه، يعني يطالب في الاموال المتبقيه، ماشي، ليسكر الرهن. عشان هيك لما احنا نعمل عمليه مثلا، لما اكون انا بمثل يعني في عمليه البيوع، بيوع البيت، بيع وشراء بيوت، شايف كيف، لما يجينا انا كلاينت عم بيشتري بيت، كثير مرات بنصحه بقول له اذا انت ماخذ رهن اعمل لايف انشورنس، شايف كيف. هاي من الشغلات نحكيها، بس هاي مش بموضوع وصية، موضوع عقار، هلا بيع وشراء عقارات، اوكي.
لما يكون عندي انا كلاينت عم بيشتري عقار شايف عليك كثير مرات بنصحه بقول له مش غلط اذا انت ماخذ رهن تشتري لايف انشورنس ليش ومرات البنك نفسه بكون معطي هذا الاوبشن للشخص يعني اللي ماخذ مورجج شايف كيف خاصه من بي لندر بتلاقيه حاطط لك مثلا واحد من الشروط هل انت بدك عامل لايف انشورنس او ديسابيليتي انشورنس شايف عليك فهدول مهمين ليش لانه لا سمح الله اذا صارت وفاه ماشي او صار شخص ديسابل فمبلغ الانشورنس بسكر قيمه الرهن بالتالي البنك ما بيجي بحط ايده على العقار وبيبيعه ليحصل املاكه فهذا موضوع الرهن بس موضوع ما له علاقه مباشر يعني هو موضوع متصل بالوصيه ولكن هو اكثر ريل استيت مش وصيه جابلك واضح يعني. في سؤال يعني شبيه للسؤال اللي جاوبناه قبل شوي هل ممكن نوصي على اولادنا الى شخص بالعراق مثلا شوف زي ما حكينا الجارديان والكاستوديان حتى تطلع يعني يعين يعني يكون له هذه الصفه بالقانون الكندي لازم يروح يثبت اهليته انه هو جارديان كاستوديان في المحاكم الكندية خلال 3 اشهر وهذا السبب اللي انا حكيته لان انا بنسال هذا السؤال كثير انا بدي احط مثلا الوصي شخص برا كندا ما بتقدر تحط وصي شخص برا كندا الا اذا بقدر يجي ويثبت احقيته ماشي وفي يعني سوابق انه المحكمه او الاغلب مش سوابق اذا انت الجارديان والكاستوديان مش من الكومنولث ممكن تطلب انك تحط كفاله ماليه اوكي الجارديان ممكن يضطر انه يحط كفاله ماليه شايف كيف لا ياخذ هاي الصفه فلا الافضل انه يكون الوصي والقيم على القصه يكون كندي من جوا كندا شايف كيف هلا بعدين اذا بده يسافر ياخذهم عند بيت جدهم ياخذهم عند بيت عمهم ياخذهم عند كذا هو يعني بالمنطق بيقدر ياخذه اوكي وانا بالوصيه بالعاده بكتب بهاي النقطه انه انا اذا الوصي حب انه يطلع ويعيش برا كندا فهو بحق له ياخذ الاولاد معه ليعيش برا كندا واضح هاي بنحطها بس هاي لا تعتبر ويل هاي تعتبر وش في فرق بين وش ويل عرفت علي كيف اي هاي رغبه وليس وصيه وليس يعني توصيه او وصيه سؤال معلش احنا طولنا عليك بس ضايل كم سؤال هيك سريعا لا في مشكله هل الوصيه المتعلقه بالرصيد البنكي تحتاج الى كتابه عقد عند المحامي لا هون الموضوع شوي مختلط احنا زي ما حكينا الوصيه انت ما بتحدد ايش الاملاك الا اذا انت تعطيها لشخص معين شايف علي كيف فهي الوصيه وصيه يعني بتشمل حسابات البنوك بتشمل المقتنيات الشخصية بتشمل العقارات حتى بتقدر تعمل ديزيجنيشن فيها للار ار اس بي لللايف انشورنس شايف كيف ف يعني الوصية بتكتب للأملاك بشكل عام عارف كيف مش لملك واحد الا اذا بدك تعطي هذا الملك لشخص معين بذاته واذا نعم. كان الواحد عنده ملك فقد حساب بنكي وبده يعطيه لشخص معين فالافضل ضيف هذا الشخص على الحساب عرفت علي كيف أعتقد إحنا جاوبنا كل الأسئلة مشكورين شكر جميعا كان في سؤال عن موضوع الذكر والأنثى ومثل حظ الأنثيين هذا راجع لكم إحنا مش ما بنطبق قانون أنا بحطه كتير إنه يعني بنشوف قديش عدد الأبناء الذكور قديش عدد الأبناء الإناث خلينا شاكيهم نقسم على عدد الحصص ونعطي حصتين للذكر حصة للأنثى هاي لما نعملها وصية شرعية أو خلينا نعم. يعني إنجاز التعبير شبه شرعية خلينا نسميها عرفت عليك في الحالتين بنذكرها شايف كيف واضح إذا هو ما يحتاج ما يطلبه صاحب الوصية هو اللي بتنفذه صح أوكي طيب في النهاية أنا أستاذ أسامة إحنا طولنا عليك بس بدي منك نصائح للأشخاص اللي عم بسمعونا الآن هل يقوموا بكتابة الوصية بأسرع وقت بيستطيعوا فيه يعني مش حرج مش بكرة يعني ولا بعده بس بأسرع وقت عشان ما يصير عندهم مشاكل هل تنصحهم بأنه تكون هذه الوصية مثلا مسجلة ورسمية أو مش مسجلة يعني لا تسجل موجودة عند محامي ورسمية كل شوية نصائح إحنا كناس هلا يعني بدنا نسمع منك يعني شوف يعني بالمختصر ما في داعي الواحد يأخر كتابة الوصية شايف كيف يعني أنت كتبتها هلأ ولا كتبتها بعد 20 سنة سواء إذا أنت
عندك أملاك وعندك أطفال قصر وموجود في كندا طبعا يعني في بلاد المهجر خلينا نسميها، فنعم it is highly recommended انك انت to write your will as soon as possible. ولكن كمان ما بدنا الناس تفهمها انه هاي الشغله urgent، يعني انت بتكتبها مهم تكتبها وقت ما يكون عندك املاك، وقت ما يكون عندك المعلومات كامله، يعني يكون عندك executor ممكن تحطه وتثق فيه، في عندك املاك صارت باسمك وفي عندك اولاد قصه، مش غلط، ما في داعي تاخرها، عرفت كيف؟ فلا ما بقول لك انت هلا نام واصحى ثاني يوم روح اكتب وصيتك، بس خليها في بالك اذا ما في داعي للتاخير ما تاخر، شايف كيف؟ في ناس مثلا انا بعرف ناس بيقولوا لي انا مش ملاقي شخص احطه كمؤتمن على تنفيذ التركه، ماشي؟ فهذا مثلا مش هنكتب وصيتي، مش لانه ما بدي اكتب وصيته، لانه لهلا مش قادر يعرف، اوكي؟ في عندي ناس مثلا متزوجين جديد، عارف كيف؟ بقول لك لسه احنا ما جناش يعني اولاد، اوكي؟ لنكتب الوصيه، هاي اوكي مع حق، انا ساعتها بقول له صح استنى شوي، شايف كيف؟ واحد خاطب مثلا كثير مرات بقول له لا تكتب الوصيه وانت خاطب، اكتبها بعد ما تتزوج ويجيك اولاد. ف يعني هاي اسباب، اوكي مفهوم انك انت ما في داعي تكتب وصيه، بس اذا الشخص اوريدي مثلا خلص ربنا رزقه بولاد وما بده يجيب اولاد ثانيين وهم مثلا مستقرين وعندهم شغل وعندهم املاك وكذا، ما في داعي تاخرها، اكتبها، شايف كيف؟ يعني كتبتها هلا ولا كتبتها بعد 10 سنين ولا كتبتها بعد 15 سنه سواء، فذا سونر ذا بيتر بهاي الحاله، شايف كيف؟ هلا تكتبها عند محامي او مش عند محامي، انا زي ما حكيت يعني المحامي لاغراض الكريديبيليتي للوضوح، شايف عليك كيف؟ لشغله انك تاخذ النصائح المطلوبه، نعم تكتبها. لقيت حدا غير محامي بيقدر يعطيك هاي النصائح، ما بقدر اقول لك قانونا لازم تكتبها عند محامي، تقدر تكتبها اي محل ثاني، ولكن الكومن براكتس والاصح انه تكتب عند محامي، شايف عليك كيف؟ استاذ اسامه يعني بدي اشكرك جزيل الشكر على الوقت اللي اعطيتنا، انا عارف انك كان عندك اليوم وقت يعني مليان ومع انه يوم احد، ولكن دائما انت المنقذ لنا ان شاء الله. بنشكرك جزيل الشكر على ما اعطيتنا اياه باسمي باسم جميع المشاهدين، نتمنى لك الخير ونتمنى لجميع المشاهدين ولك ايضا كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه وعلى اهلنا ان شاء الله، والسنه الجاي ما في كورونا يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. يعطيكم العافيه وشكرا، وان شاء الله كل المشاهدين استفادوا من المعلومات هاي. اكيد اكيد، مشكورين، شكرا، تصبحوا على خير، السلام عليكم.